كنتمنى تكونوا كن لاباس عليكم بخير وعلى خير وفي اطيب الاحوال. ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي مره اخرى مريم اون سويد، مريم في السويد. اول حاجه نبارك لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل لكم الصحه والسلامه والعافيه، واللي فنيتو شي حاجه ربي يعطيها له، والله يعاوننا على نكملوه مزيان، على الصيام ديالو، القيام ديالو، القران ديالو، كلشي ديالو. الله يعاوننا والله يتقبل منا صالح الاعمال. دونك الفيديو هادي غتكون فيديو من السلسله الرمضانيه، من الفيديو ديال رمضان. غنشارك معكم فيها لا ديكوراسيون دي رمضان اللي عملت في الدار ديالي، زينه رمضان. كعرفي انه بزاف الناس كي تانتريساو بهاد القضيه ديال الديكوراسيون ديال زينه رمضان، كيبغيو ياخذوا افكار على كيفاش الواحد يقدر ديكوري الدار ديالو و سا. دونك قلت نشارك معكم في هذا الفيديو هادي كيفاش انا ديكوريت الدار ديالي في رمضان بكل حب، افيك غون بليزير، لانه كيعجبني بزاف نعمل هذا الشيء هذا في شهر رمضان المبارك. دونك ليتس جو، خليكم معايا، يلا نمشيو نبداو لا ديكوراسيون مع بعضياتنا ونبداو الفيديو. واول حاجه كنبدا بها هو انني كناخذ هذيك البوكس اللي عندي فيها كنكون جمعت الحاجات د رمضان المرات اللي فاتوا، كنعاود نخبعهم. هاد المره هذه كنعاود نجبدهم، كنشوف شنو اللي غنحتاج فيهم، وكنكون انطلاقا من ديك الشيء اللي شفت كنشري الحاجات اللي هما خصني. بحال دابا هنايا هاد الغيرلوند كنت شريتها من واحد السيت هنايا في السويد اسمه الاخيره.se، انا نكتب لكم هنايا. عاود واحده اخرى عاوتاني فيها فكرت غنعمل واحد دي اي واي صغيوار بها، هذه اللي كتشوفوا معايا هذه من امازون. هاد لي سيت هادو عندهم بزاف الحاجات بحال هكذا ديال ديكوراسيون د رمضان والعيد و توسا. هذه هاد ليطوال، هاد النجمه هذه كنت شريتها في ايامات الكريسماس، ايامات راس العام وديك الشيء ود نبيداد نوال هنايا من اينوفين كنت شريتها. هذه كنت شريتها من روستا شحال هذه، وكانت في بال ديالي انني هذا الرينغ هذا هذه اللي شريت من روستا كان في بال ديالي غنعمل دي اي واي صغيور بها، زعما هو انني غنبني منها شي حاجه هكا غنزوق بها اللي غيكون مكتوب فيها رمضان كريم او لا رمضان مبارك. يا باش خديت هادو اللي كتشوفوا معايا من امازون باش نصاوب هاد الرينغ صغيور هكذا فيه رمضان مبارك. دونك هانتوما تشوفوا معايا غنصاوبو، غيعطي نتيجه مزيونه كوم ديكوراسيون. كما سا كنبدا نخوي لي موبل اللي عندي من الحاجات اللي فيهم، وكنبدا نحط الحاجات اللي هما فيهم ديكوراسيون د رمضان. بروفيت بهاد المناسبة هادي وكان بدل الخشاود المخايط، كنحيد هادوك اللي ديجا كانوا عندي باش يتصبنوا عاود شي شويش، وكنعمل واحد اخرين. هادي اللي فيها مكتوب رمضان مبارك ديجا كانت عندي من العام اللي فات، كنت خبعتها من رسالة رمضان، صبنتها وخبعتها وعاود دابا عاود جبتها باش نعاود نستعملها.
وخديت واحد اخرين جديدين، قلت هكذا يجي المنظر فيهم مزيون نستعملهم دابا في الوقت رمضان، كوم سا يجيني لو روندو مزيون. المهم ديكوراسيون دي رمضان بلوس هادو هكذا نبدلهم يجيو مزيونين. وكنكمل كنزيد نكمل كنخوي لي مبل اللي كنقدر نشوف انهم فيهم غنحط الحاجات درامادان. هنايا كنت خديت هاد الشجيرة صغيرة في لابيريود دراس العام حتى هي، كنت ديجا خديتها لرمضان، هي فيها ديجا كتشعل الضوء، وكنت جاتني فكرة انني نعلق فيها هكذا حويجات اللي هما فحال هكا عندهم ايماج الفانوس ولا شي غيرلوند هكا فيها رمضان ولا شي حاجه. دونك داكشي اللي غنعمل فيها فهاد الساعه هذه. فين لي غيدو غنجي غنمشي شويه الضوء شويه الاضاءه اللي كتعطي منظر مزيون بزاف في شهر رمضان. وكتكون شنقول لكم انا كل ليله كنشعل هذا الديوان هكذا، وهذا الشيء كان واحد لومبيونس مزيونه ملي كيبدا يتحد الظلام في وسط الصالون ديالي، كتعجبني بزاف، كتعطي واحد المنظر مزيون، خصوصا ملي كيكون الوقت صلاه التراويح ولا غتجلس تقرا القران ديالك ولا شنو غتقدر تعمل، ولا تجلس في العشيه هكذا. سي شالوغ، كيعطي واحد المنظر مزيون بزاف. فوق طابلة دي الصالون بيان سور غنعمل عاوتاني واحد البلاطو هكذا اللي يكون فيه عاود ديكوراسيون رمضانية مختلفة. هنايا هاد البلاطو دو كنت وريته لكم في المشتريات الفيديو اللي قبل، اللي كنت الحاجات اللي كنت شريت قبل من شهر رمضان. دونك غنجي غنحط فيه حويجات هكذا، كاين حويجات ديجا كانوا عندي كيف قلت لكم، ديك البوكس الاولية الصندوق الاولية اللي جبت راه كانوا فيها بزاف الحاجات اللي ديجا كانوا عندي عاود استعملتهم هاد العام هذا. وغنحط فيها هكذا بحال هادي اللي شفتو مكتوب فيها واحد البوكس صغيرة مكتوب فيها رمضان كريم. هادي الحرم المكي كان جبتها لي ماما الله يحفظها لي ويخليها لي، شحال هادي كان جبتها لي من العمرة. هادو هكذا فيهم هلال والفانوس مبخرة هكذا صغيرة، اي هاد لو كود كور د ريتوالز هذا فيه واحد النسيمة عجيبة جدا للعود، هاي مكتوبة فيه بلاك عود، النسمة د العود كتعطي منو كتحمق، غير كنجلس في الصالون كطلع معايا واحد النسيمة د العود رائعة جدا. عرفتوا كيفاش كتجي في هاد الساعة هادي في شهر رمضان، كتعطيك واحد الروحانية واحد الإحساس جميل جدا في شهر رمضان. هادي فغيمون كان ريكومونديها لكم، اللي عندكم ريتوالز خودو هادي مزيونة بزاف، النسيمة فيها كتحمق، هادي بلاك عود.
دونك انا هنايا غنسالي من الهضره، غنسكت، ما باقيش غنعاود نهضر، غنقول لكم باي باي الى الفيديو المجا ان شاء الله، تكون فيديو رمضانيه او ثاني. وغنخليكم مع التصاور باش تشوفوا الغوندو، باش تشوفوا كيفاش جات الدنيا في الاخر بالزواق اللي عملت رمضان. ولا كنتي اول مره كطيح في لاشين ديالي، ما تنساش تابونا في لاشين ديالي، وخلي لي لايك كومونتير، خليوا لي تعليق، صافي توجور بليزير. ونقولكم انا باي باي الى الفيديو المجا ان شاء الله.